لو سيادتك مش قادر تتكلم دلوقتي يبقى نخليها وقت تاني حضرتك. لا انا محتاج اتكلم، محتاج اطلع اللي جوايا قبل ما انفجر واموت. بعد الشر على سعادتك يا باشا. شر اول مره احس بالمعنى الحقيقي للكلمه دي. طول عمري كنت فاكرها قوه وشطاره وفهلوه، النهارده بس عرفت من قوت معناها الحقيقي. ما تاخذنيش يا باشا، اللي يسمع كلامك كده يقول انك وقعت في غرامها. الست دي دلتني النهارده على الطريق اللي هيوصلني للي حاول يقتلني، ومن غير ما تطلب ولا مليم. هي قالت لسعادتك كده؟ بكره هعرف كل حاجه، بس مش ده المهم. هو في اهم من كده كمان يا باشا؟ قوت غلبتني، مش هقدر اقولها على حرف واحد من الحقيقه.